بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء ليتبين الصادق من الكاذب. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الابتلاء، بل وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا من الابتلاء الذي يتعرض له المؤمن في طريقه، والله سبحانه وتعالى يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هكذا يكون المؤمن، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وأحسن ظنك بربك تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لله الأمر من قبل ومن بعد، قل إن الأمر كله لله. البشر ما يملكون حولا ولا قوة إلا بالله، ما يستطيعون أن يحركوا ساكنا إلا بإذن الله، ولا أن يسكنوا متحركا إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه عقيدة ما عندنا أدنى شك فيها. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله الهدى والسداد، ونسأل الله النصر على الأعداء.